سنة الله في الكون أن الطغاة والجبارين لابد أن يسحقوا، وأن المضطهدين والمظلومين لابد أن ينتصروا. منتهى الأمر الفرق الزمان، يعني أنه هل الطاغ المستبد ينحار في أيام قلائل أو في مدة طويلة، لكن أخيره الانهيار. وهل المستضعف المضطهد ينعش في أيام قلائل أو بعد مدة طويلة؟ هذا أيضا حسب إرادة الله سبحانه وتعالى وحسب القوانين الكونية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين كانوا ضعفاء، أن نمن عليهم، يعني الله يمن على الضعفاء، وأن نجعلهم أئمة أعلام، وأن نجعلهم الوارثين. الطغاة يذهبون، من يرثهم؟ المصلحون الصالحون. والدنيا دائما هكذا، وأن نمكن لهم في الأرض، يعني نسلم الأرض بأيديهم نحن، وأن نمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الملوك الخونة، وهامان الوزراء الظلمة، وجنودهما الأتباع للخونة والظلمة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من نفس هؤلاء المستضعفين ومن نفس هؤلاء الذين استضعفوا، نريهم منهم ما كانوا يحذرون. الملوك الخونة عن ماذا يخافون؟ الوزراء الفجر عن ماذا يخافون؟ يخافون على منصبهم، على ملكهم، على مالهم، على ثروتهم، على سيادتهم، على شخصيتهم. الضعفاء يأتون ويحطمون كل هذه الأمور.